بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب، نلتقيكم ودرس جديد في مقرر عرب 302 بعنوان جودة الأدب ومصير المطالعة للكاتب يحيى الصوفي، ونبدأ بنشاط استهلالي. عزيزي الطالب، تعرفت في نص سابق في هذا المقرر على نص حديث في الحداثة للكاتبة قمر الكيلاني، وهو ينتمي إلى التعليق الصحفي. أما اليوم فسوف تتعرف على جودة الأدب ومصير المطالعة الذي ينتمي إلى التعقيب الصحفي. عزيزي الطالب، فما تعني لفظة التعقيب في رأيك؟ تأمل، ماذا تعني لفظة التعقيب؟ التعقيب من حيث اللغة مأخوذ من مادة عقب يعقب، أي أتى بفكرة تتصل بفكرة سابقة. والتعقيب الصحفي في المقالات الصحفية هو نص يتكلم على نص سابق بالتركيز في موضوع معين أو توضيح رأي أو مناقشة فكرة. إذن التعقيب إضافة على فكرة سابقة. السؤال الثاني، ما هو الفرق بين التعقيب والتعليق في الصحافة؟ الفرق أولا في الدلالة، أن الفارق بين الجذرين تعقيب علق ومادة التعليق من عقب، هو أن التعليق يمثل الإذلاء برأي يخالف الرأي السابق إما كليا أو جزئيا، أما التعقيب فيشير إلى إضافة فكرة جديدة على فكرة سابقة. وهنا ملاحظة، أن التعقيب ربما يكون لكاتب المقال نفسه كما هو الحال في نصنا هذا، أو لكاتب غيره. إذن باختصار، أن الفرق أن التعقيب هو رأي يخالف رأيا سابق، أما التعقيب إضافة فكرة على فكرة. أهداف درسنا اليوم هي كالتالي: الهدف الأول أن تتبنى عزيز الطالب الآراء الإيجابية حول موضوع أهمية المطالعة. الهدف الثاني أن تتوخى الموضوعية في المقارنة بين آراء المعقب وآراء صاحب النص المرجعي وتتبين الفروق في وجهات النظر. الثالث أن تحلل تعقيبا صحفيا باكتشاف منهجية بنائه والتقنيات الحجاجية الموظفة فيه. أخيرا أن توظف مكتسباتك في إنتاجك الشفهي والكتابي. نبدأ بهذا السؤال. عزيزي الطالب، اقرأ النص بداية ثم قدمه بوضعه ضمن المحور الذي ينتمي إليه، ثم بعد ذلك عرف بالكاتب تعريفا موجزا. بالنسبة إلى تقديم النص، فالنص هو ليس قصيدة وليس شعرا، إنما هو نص نثري للكاتب يحيى الصوفي يندرج ضمن محور التعقيب الصحفي للوحدة الثالثة بالكتاب. أما بالنسبة إلى تعريف الكاتب، فهو كاتب أديب وشاعر وصحفي له أعماله القصصية والشعرية والصحفية، وقد أسس موقع القصة القصيرة على شبكة الإنترنت وله الكثير من الأعمال. نبدأ بتحليل النمط الكتابي للنص والجنس الأدبي. نبدأ عزيزي الطالب بالنمط الكتابي للنص والجنس الأدبي. نحن أمام أنماط كتابية كثيرة، أمام سرد ووصف وتفسير، ولكن في هذا النص الجديد سوف نقف أمام نمط كتابي يسمى النمط الحجاجي، والذي يعني أننا نحن أمام نص به أطروحة وسيرورة حجاج ونتيجة. أما بالنسبة إلى الجنس الأدبي فهو ينتمي إلى التعقيب الصحفي والذي شرح سابقا. نبدأ
أولا بعد قراءتك المتأنية لنص جودة الأدب ومصير المطالعة عزيز الطالب الوارد بالصفحة 42 من كتاب الطالب، حدد بداية موضوع هذا النص. موضوع النص بعد قراءتك سيتضح لك أنه يتحدث الكاتب عن أسباب العزوف عن القراءة، إشكالية العزوف عن القراءة، وما هي الحلول الممكنة للإقبال على المطالعة. بداية أعد قراءة النص ثم حدد مقاطعه وأسند عنوانا مناسبا لكل مقطع. بعد قراءتك ستعرف أنه يمكن تقسيم هذا النص إلى ثلاثة مقاطع وفق البنية الثلاثية. المقطع الأول سنجده فقط في الفقرة الأولى ويمثل الأطروحة في النص الحجاجي، ومن الممكن أن نضع له عنوان وهو إشكالية العزوف عن القراءة. بعد ذلك ننتقل إلى سيرورة الحجاج أو سياق التحول الذي نجد فيه أن الكاتب ذكر أسباب العزوف عن القراءة، ثم لابد أن يكون لكل حجاج نتيجة، ونتيجة هذا الحجاج في هذا النص أن الكاتب ذكر أن حرية الأديب وجودة المنتج حافزان إلى القراءة. بعد أن حددنا المقاطع وقسمناها نبدأ بتحليل الأطروحة. الأطروحة التي بعنوان إشكالية العزوف عن القراءة نحللها عبر أسئلة نطرحها عليك عزيز الطالب. السؤال الأول يقول: ما النص الذي انطلق منه الكاتب وربط به تعقيبه؟ بما أن قلنا أنه تعقيب صحفي وهو إضافة رأي على رأي، فما هو المقال الأساسي الذي انطلق منه كاتب النص؟ بالعودة إلى النص نجد أن الكاتب ربط نصه هذا بنص سابق بعنوان قلة القراءة لماذا، وبذلك طرح إشكالية يريد معالجتها، وتتمثل هذه الإشكالية في البحث عن سبب قلة إقبال الناس على القراءة، وبذلك تتحدد الأطروحة ويحاول أن يعرض رأيه فيها. السؤال الثاني عزيز الطالب يقول: ما هي هذه الإشكالية التي ينوي الكاتب معالجتها، وهل كانت معالجته كافية؟ الإجابة أن الكاتب عالج هذه الإشكالية في مقال سابق وتطرق إلى أسباب عديدة، منها الحرية في الكتابة، الحوافز المعنوية والمادية، دور النشر والطباعة، ولكنه رأى أنه لم يعالجها بشكل كافي ولم يطرح الأسباب التي ممكن أن تعالج إشكاليته، فاحتاج إلى توسع وتعمق ولم يستوفي الفكرة التي رام توضيحها في المقال الأول، فطرح هذا التساؤل قائلا: لو توافرت هذه الأسباب، أن هناك حرية في الكتابة وحوافز وهناك دور للنشر والطباعة، ثم بعد ذلك أحجم الكاتب عن القراءة أو أحجم الإنسان عن القراءة والمطالعة، ما هي الأسباب؟ وهذه هي الغاية الأساسية من التعقيب الصحفي، أن يضيف على فكرته رأيا جديدا. السؤال الثالث: بني المقطع على فكرتين أساسيتين، ما هما؟ الأطروحة إذا قرأتها عزيز الطالب ستجد أنها تحتوي على فكرتين أساسيتين. الفكرة الأولى هو سؤال حول إحجام الناس عن القراءة رغم توفر كل الأسباب التي تشجع على القراءة. أما الفكرة الثانية أن الكاتب يتوقع أن أسباب العزوف التي عرضها في المقال السابق لا تكفي لتبرير أو تسويغ أسباب العزوف، إذن هناك أسباب أخرى، فلا بد إذن على الكاتب أن يتطرق إلى أسباب أخرى ويضيف
أسباب أخرى إلى الأسباب التي ذكرها في المقال السابق. بذلك أتممنا تحليل الأطروحة وننتقل إلى شرح المقطع الثاني وهو سيرورة الحجاج الذي هو بعنوان أسباب العزوف عن القراءة، وبالتأكيد سيطرح لنا الكاتب أسبابا جديدة لم يتطرق إليها في المقال السابق. السؤال الأول: ما السببان اللذان يعرضهما الكاتب لتسويغ تساؤلاته، أي لتبرير تساؤلاته؟ وعرض تساؤلا: ماذا لو توفرت جميع الأسباب المشجعة على القراءة ثم لم يقرأ الإنسان؟ الجواب: السبب الأول هو يتعلق بالكاتب نفسه الذي نقرأ له، فقد يتأثر القارئ بسيرة الكاتب الشخصية، اسم مشهور، ثم يتفاجأ حينما يقرأ له بضعف عمله. أما السبب الثاني يتعلق بكاتب المقال نفسه وهو يحيى الصوفي، الذي يقول أنه تعثر حينما بحث عن كتاب جيد يستهوي القارئ ويحفزه على المطالعة. السؤال الثاني في سيرورة الحجاج: ما البرهان الدال على قلة القراءة بحسب الكاتب؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو قلة الجودة، عدم توفر الجودة يجعل الناس يعزفون عن القراءة. السؤال الثالث: ما الوظيفة التي اطلع بها ضمير المتكلم في هذا المقطع؟ ضمير المتكلم الذي يمثله قوله أنا حينما قال مثلا: ناقشتها، فنت، تطرقت، كل هذه التاءات هي تاء المتكلم. يبرز هذا الضمير بوظيفة حجاجية يفصح فيها الكاتب عن تجربته الخاصة، وهي أيضا حجة واقعية يستقيها من واقعه المعيش. السؤال الرابع: لماذا امتنع الكاتب عن المطالعة؟ كما يقول هو: امتنعت، أنا الذي كنت شغوفا مسبقا بالمطالعة والقراءة. لماذا؟ لانعدام وجود سحر الكلمة التي كانت تشده إلى القراءة وتذكي شغفه بها. السؤال الخامس: ما برهانه، ما دليله على عزوفه هو عن القراءة؟ الجواب: أن برهانه يتمثل في أن الكثير من الكتاب لم تعد كتاباتهم تتمتع بالجودة التي عرفوا بها من قبل. السؤال السادس: ما أثر غياب الحرية في الاهتمام بالكتابة؟ والكاتب يدعي أن غياب الحرية أثر تأثيرا سلبيا في الكتابة. كيف ذلك؟ لأنه وجه القراء إلى العزوف عن القراءة والمطالعة، إذ لم يجدوا ما يستهويهم من الأساليب الممتعة وما يشدهم من الأفكار المشوقة في تلك الكتابات الكثيرة. نواصل تحليلنا للمقطع الثاني وهو سيرورة الحجاج، ووصلنا إلى السؤال السابع الذي يقول: ما الدور الذي لعبته الإنترنت بحسب الكاتب؟ يقول أن الإنترنت ساعدت الكاتب على اكتشاف أن جودة العمل لا ترتبط باسم الكاتب، بل اكتشف من خلال بحثه في الإنترنت أن هناك كتاب غير معروفين وليس لهم صيت، ولقد وجد في كتاباتهم ضالته، وجد في كتاباتهم الجودة التي ينشدها. السؤال الثامن يقول: بالإضافة إلى انعدام الحرية، تحدث الكاتب عن سبب ثان له أثر في العزوف عن القراءة، فما هو يا ترى؟ بالإضافة إلى غياب الحرية فيما يكتب الكاتب، يعزو صاحب النص عزوف القراءة إلى تراجع جودة الكتابات. مرة بعد أخرى يواصل الكاتب على نفس النقطة، وأن جودة الكتابات هي السبب الأول والأخير في تراجع الإقبال على القراءة. إذن فالحرية والجودة أمران متلازمان
لا مجال لفصلهما والاستغناء عنهما، إذ حرية الكاتب فيما يكتب تؤدي إلى جودة الكتابة. السؤال التاسع، نوع الكاتب المؤشرات الحجاجية لدعم أطروحته، أذكر أهمها. هناك مؤشرات للسرد، هناك مؤشرات للوصف، هناك مؤشرات للتفسير، وهناك مؤشرات للحجاج، نذكر فقط أهمها. الأول، المؤشر الأول هو وجود ضمير الأنا. حينما نتحدث عن حجاج نتحدث عن كاتب يطرح رأيه، رأيه هو الخاص به، فلابد أن يوجد ضمير الأنا بكثرة. وقد كرر الكاتب الحديث عن نفسه لإظهار تجاربه التي تعد حجة واقعية وتقنع متلقيه. المؤشر الثاني هي طريقة العرض اللافتة، وهي منهجية تستند إلى طرح السؤال أو طرح التساؤل ليثير فضول القارئ، يحفزه لماذا؟ ليقنع المتلقي بأن الجودة والحرية عنصران أساسيان للكتابة التي تشد القارئ فيستمتع بها ويفيد منها. أيضا من مؤشرات الحجاجية، وهي من أهمها، وجود البراهين والحجج. أنت لا تستطيع أن تأتي بحجاج من دون ورود حجج وأدلة على أطروحتك. يعرض الكاتب آراءه ويدعمها بالبراهين والحجج، فلا تأتي الأطروحة من فراغ، بل يستقيها من تجربته الشخصية، وغايته من ذلك التأثير في القارئ، ليعرف أن الكاتب يعاني مما يعانيه هو نفسه من مسألة العزوف عن القراءة، فلم يجعل نفسه بريئا من هذه الإشكالية، فهو يعاني منها أيضا. أيضا من المؤشرات المهمة في الحجاج هي وجود أدوات برهانية، مثل أدوات الاستنتاج، أدوات السبب، ألفاظ تفيد التأكيد، ولكل منها مثال ذكره الكاتب. مثلا حينما تطرق إلى أدوات الاستنتاج قال إذن وهكذا وهذا ما، أضاف على ذلك الفاء السببية ولام التعليل، ثم أتى بألفاظ تفيد التأكيد حينما قال بالطبع وطبعا. وكل هذه الأدوات البرهانية تعزز وتقوي من أطروحته. أعزائي الطلاب، ننتقل إلى المقطع الأخير، المقطع الثالث، الذي يمثل النتيجة، نتيجة هذا الحجاج، نتيجة الأطروحة، وهي إشكالية العزوف عن القراءة. توصل الكاتب إلى ماذا؟ وضح من خلال قراءتك للنتيجة النتيجة التي توصل إليها الكاتب. قال أن القراءة تفضي إلى السعادة، فلا يجوز إغفالها، فالقراءة مهمة في حياة البشر، لذلك وجب تفعيل دور الطباعة ومراعاة سعر الكتاب حتى يتيسر اقتناؤه، كما وجب توافر الجودة والحرية حتى يبدع الكاتب ولا يعتر القارئ عزوف عن القراءة. خلاصة النتيجة أن حرية الأديب وجودة المنتج هما حافزان إلى القراءة، بالتالي تحل لنا إشكالية العزوف عن القراءة. أعزائي الطلاب، نصل إلى التقويم النهائي للنص. نبدأ بالسؤال الأول، لما يعد هذا النص تعقيبا صحفيا؟ نحن قلنا أن الجنس الأدبي له هو التعقيب الصحفي، لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل حينما قرأنا النص وجدنا أن الكاتب يعرض رأيا وفكرة مضافة على مقال سابق، المقال السابق وضح فيه أسباب العزوف عن القراءة، لكنه في هذا المقال أضاف أسبابا جديدة لم يقلها في المقطع السابق. السؤال الثاني، ما الفكرة التي أضافها الكاتب في هذا النص؟ ما هي الأفكار الجديدة بما أنه تعقيب صحفي؟ الفكرة التي أضافها تتمثل في ذكر سبب آخر بدا له مهما، وهو
غياب جودة الكتابة، فالجودة مسألة أساسية بالنسبة إليه وإلى غيره من القراء. السؤال الثالث، إذن ما النتيجة التي توصل إليها الكاتب؟ ما هي الحلول التي ذكرها الكاتب لإشكالية العزوف عن القراءة؟ عزيز الطالب، النتيجة أن السعادة التي توفرها القراءة للإنسان تضاهي السعادة التي يمكن للعلم أن يوفرها. استنتج أنه يجب توفير الحرية للكتاب والأدباء من أجل أن يتمكنوا من بث هذه السعادة. إذن لا غنى عن القراءة، القراءة هي حياة مضافة إلى حياتنا التي نعيشها الآن. نصل أعزائي الطلاب إلى نهاية الدرس، على أمل أن نلتقيكم في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.